بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة الجزء الثاني من مادة منع الحوادث، واحد من الفصل الدراسي تخصص هندسة السلامة. بسم الله نبدأ المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى طبعا تبدأ بتقييم أداء المؤسسات. كيف نستطيع أن نقيم أي مؤسسة من ناحية السلامة، من ناحية إدارة السلامة ومن ناحية السلامة وإدارة السلامة داخل المؤسسة. فالكيفية هذه طبعا يشار لها بمصطلح اللي هو KPIs، اللي هو Key Performance Indicators، يعني بتعريف اللي هي مفاتيح مؤشرات الأداء. الشريحة الثانية تبدأ بعرض عام للمؤشرات هذه. طبعا المؤشرات هذه تنقسم الى قسمين، اللي هي جزئين، اللي هي اللاجنج اند ليدنج انديكيتورز اوف سيفتي بيرفورمانس، اللي هي مؤشرات الاداء في السلام، اللي هي ايذر لاجنج والليدنج. وحنا نتعرفوا بتفاصيل اكثر عن معنى لاجنج ومعنى ليدنج، والفرق بين اللاجنج والليدنج انديكيتورز اوف سيفتي بيرفورمانس. الشريحة اللي هي الثالثة هذه توضح شنو هو اللاجنج انديكيتورز سيفتي بيرفورمانس. اللاجنج انديكيتورز هو عبارة عن طريقة لقياس، ولكن طريقة لقياس الحوادث، يعني يتم تقييم أداء المؤسسة على تكرار الحوادث، وعلى في نفس الوقت وعلى شدة الحوادث هذه، وعلى الأيام اللي هي ضاعت نتيجة الحوادث والتكاليف نتيجة الحوادث. فهذه هي اللاجنج انديكيتورز، أو هذه هي باختصار شديد اللي هي مؤشرات اللاجنج أو اللاجنج انديكيتورز سيفتي بيرفورمانس. اللاجنج انديكيتورز طبعا هي ميجر اكومباني انسيدنت in the form of past incident statistics، يعني هي باختصار شديد هي تقيس المؤشر هذا، يقيس في الحوادث اللي صارت للشركة في الماضي كإحصائيات لا أكثر. يعني examples على سبيل examples include injury frequency and severity، اللي هو المؤشر اللي حنأخذه له قدامه كيف نحسبه، اللي هو injury frequency و severity، يعني تكرار معدل تكرار الحوادث وشدة الحوادث. هذه أحد المؤشرات، أحد اللاجنج انديكيتورز. اللاست وركينج دايز اللي هي الأيام الضائعة نتيجة العمل، وركينج كومبنسيشن كوست اللي هي تكاليف التعويض عن أو تكاليف التعويض نتيجة الحادث. طبعا اللاجنج انديكيتورز ار ذا تراديشنال سيفتي ماتريكس يوزد تو انديكيت بروجرس توردز compliance with safety rules. اللاجنج انديكيتورز هذا التقليدي، النظام التقليدي لقياس او لتقييم اداء المؤسسه. These are the bottom line numbers that evaluate the overall effectiveness of safety at your facility. هذين الاوفر اول البوتم لاين، يعني هذين هن الاساسيات او الارقام اللي من خلالها نقيم في فعاليه السيفتي في داخل المؤسسة وداخل المنشأة. They tell you how many people get hurt. يعني المؤشرات هذه اللي هي اللاجنج انديكيتور تقول لك كم شخص أصيب وكيف كانت شدة الإصابة. يعني they tell you how many people get hurt and how badly. طبعا المؤشرات هذه او اللاجنج انديكيتورز لها دروباكس، بمعنى نقاط ضعف. يعني الميجر، وهذا اللي خصنا نحن وهذا اللي يهم وهذا المهم وهذا اللي المفروض نعرفه، الميجر دروباك تو اونلي يوزينج لاجنج انديكيتورز، يعني لما نستعمله فقط بس اللاجنج انديكيتورز كهي الاداه الوحيده للبرفورمانس، انها الادوات هذه بيتل يو فقط، يعني يخبرنك او يعطنك مؤشر لي how many people got hurt، يعني كم شخص اصيب and how badly، لكن but not how well your company is doing.
يعني بس ما يقول لك كيف الشركة متاعك أو المؤسسة متاعك تدير بخصوص at preventing incidents and accidents في التغالي أو في sorry preventing معناها preventing يعني منع أكي منع أو التقليل من الانسيدنتس اللي هن الحوادث الوشيكة في الوقوع والأكسيدنت أو الحوادث نفسها. الـ ASR اللي هو الـ Accident Severity Rate والـ AFR الـ Accident Frequency Rate اللي هو معدل بالنسبة للـ ASR اللي هو معدل فذاحة أو شدة الحادث والـ AFR اللي هو معدل تكرار الحادث الـ AFR اللي هو Accident Frequency Rate. هذه أمثلة لهالـ Type of لهالنوع هذا من المؤشرات. شو النوع الآخر من زي ما أسلفنا قلنا فيه lagging وفي leading. على غرار lagging indicators leading indicators يعطنك تفاصيل أكثر ويعطنك ويعتبر أداء quantitative يعني أداء كم qualitative sorry أداء الجودة بينما اللاجينج تعتبر كوانتيتيف يعني تقيس في كميات لكن الليدنج انديكيتورز هذا هو المؤشرات اللي فعلا تعكس مدى فعالية ومدى وأداء وتؤدي أو توضح أداء وفعالية المؤسسة فيما يخص السلامة والصحة المهنية. طبعا الـ leading indicator is a measure preceding or indicating a future event يعني الـ leading indicator أو مؤشر القيادة أو المؤشر سموه لكن يعني أنا نفضل المصطلح الإنجليزي أفضل leading indicator أو المؤشر هذا is a measure of preceding or indicating a future event used to derive and measure activities carried out to prevent and control injury. بمعنى باختصار شديد أن المؤشرات هذه أو نوع المؤشر هذه مؤشر هذا يوري حتى يعطي نظرة مستقبلية للأحداث فيما يخص الأنشطة وفيما يخص الوسائل اللي من خلالها نستطيع أن نمنع ونتحكم في الإصابات. يعني اللاجينج انديكيتور ترين حاجات يعكسن ما صار ولكن الليدنج انديكيتور يعكسن ما حيصير في اطار السلامه والصحه المهنيه. مثال على الليدنج انديكيتورز اللي هو سيفتي تريننج او تدريب في جانب السلامه هو احد المؤشرات اللي تعكس مدى فاعلية ومدى أداء إدارة السلامة أو نظام السلامة في داخل إطار المؤسسة. الـ Organic Opportunities يعني Identified and Corrected نحن عارفين الـ Organomics اللي هي علم الهندسة البشرية أوكي أو ما علم الهندسة البشرية أو هنا يعني هذينا برضو أمثلة الـ Reduction of MSD Risk Factor. طبعا الـ MSD الكثير منكم يجب منكم تفرقوا بين المصطلحين هذين كثير منكم كثير يسمع في مصطلح الـ MSDS والـ MSD فيصير في نوع من الخلط يعني الـ MSD تختلف عن الـ MSDS. الـ MSDS هذه حاجة خاصة بمصطلح اللي هي الكيميائي مصطلح كيميائي اللي هي Material Safety Data داتاشيت كانت مسمى هيك الـ MSDS هو على فكرة ما عادش اسمها الـ MSDS اسمها SDS اللي هي Safety Datasheet فقط بينما الـ MSD هنا مكتوب بها اللي هي Musculoskeletal Disorders اللي هي الإصابات الناتجة عن عن الإصابات الناتجة عن الـ positions أو عن نتيجة الحركة الغير مدروسة فاللي هي أمراض الهيكل باختصار شديد أمراض الهيكل العظمي العضلي هذه أو مش أمراض ولكن
آلام، آلام الهيكل العظمي العضلي، لأن disorders معناها آلام، و sickness أو disease زي المرض. أوكي، فهذه تعكس يعني reduction of MSDS risk factors employ precision surveys. لما في مؤسسات تاخذ وتدير في حاجه اللي هي سموا فيها مسح لاراء ولتقييم العاملين داخل المؤسسه، هذا دليل على رقي وعلى حسن اداء الاداره. سيفتي اديتس، السيفتي اديتس المقصود بها اللي هي برامج المراجعه على السيفتي، على انظمه السيفتي، يعني كل فتره وكل كذا نراجع ونشوف ونقيم اداء الاداره بتاعي، هذا دليل على حسن اداء، وهذا ممكن يضاف الى احد طرق او احد امثله الليدنج انديكيتورز. الليدنج انديكيتورز ار فوكسد، هذا الباراجراف اللوتي يعني هي تركز بالتحديد، فوكسد يعني معناها تركز او مركزت، او on future safety performance يعني تركز على جانب المستقبلي في أداء المؤسسة، وكذلك على continuous improvement اللي هي التحسين المستمر. These measures are proactive، يعني القياسات هذه proactive، proactive بمعنى ما هيش reactive، ما هيش تفاعلية، ولكنها proactive يعني استباقية. These measures are proactive in nature، يعني بطبيعتها هي استباقية. And report what employees are doing on a regular basis to prevent injuries. وفي نفس الوقت المؤشرات هذه تعطي تقارير على اللي يصير أو اللي يديروا فيه العاملين وبصفة اعتيادية أو بصفة مستمرة، والغاية والغرض أنها تمنع حدوث الإصابات. نتحدث بعض الشيء في الشريحة هذه على إحصائيات إصابة الحمل، اللي هو يعتبر من زي ما قلنا من اللاجينج إنديكيتورز. تعتبر طبعا إحصائيات العمل وإصابات العمل مقياس حقيقي الذي يمكن معرفة مدى خطورة هذه الحوادث وتأثيرها على العمل والإنتاج. طبعا الكلام الشريحة كلها يصب في إطار أن الإحصائيات هذه تعكس إلى حد ما الحوادث اللي صارت وتحصي حددها من حيث معدلاتها ومن حيث تأثيرها على العمل والإنتاج. طبعا بتبويب الإحصائيات وتصنيفها وتحليلها يمكن استخراج كافة البيانات المتعلقة بالحوادث ومعدل تكرار حوادثها وشدة الإصابة الناتجة والأسباب الشائعة لحدوثها، كذلك مدى التحسن الذي تحرزه إجراءات السلامة والصحة المهنية، وبالتالي تمكن مسؤول السلامة بالمنشأة من تقييم الوضع وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين ظروف العمل والوصول لأفضل الظروف التشغيلية. طبعا هذه الإحصائيات هذه تعكس الكلام هذا وتساعد في أن في تحسين عمل الإدارات السلامة. طبعا بواسطة الإحصائيات هذه نقدر نعرف معرفة الخسائر المادية اللي تسببها الحوادث من ضياع وقت العمل والإنتاج. طبعا المعدلات هذه أبرز معدلات المستخدمة لقياس حوادث العمل والتي شاع في المنشآت، هي المعدلين اللي سبق أني تحدثت عليهم اللي هو الـ AFR والـ ASR، اللي هو معدل تكرار الحادث ومعدل شدة وفداحة الحادث. هذين المعدلين اللي من خلالهم نستطيع أن نقيس أو ندير إحصائيات للمؤسسات. طبعا من خلال الإحصائيات هذه نستطيع أن نقارن مثلا سنة بسنة، نقارن قسم بقسم وهكذا. طبعا عادة الموارد البشرية هي اللي تحتفظ بسجلات، يعني سجلات الحوادث، أمتى صار، كم صار، كل التفاصيل، فهي هذه المزود وهي اللي من خلالها نستطيع أن نحسب المعدلين المشار إليهم في الشريحة. معدل تكرار الحادث هو عبارة عن عدد الحوادث خلال فترة معينة هي فترة القياس، يعني نقول أنا كل 6 شهور نبي نشوف شنو صار وكذا، يا إما في الإدارة كلها أو في المؤسسة كلها أو في قسم معين أو في إدارة معينة.
هذا معنى معدل تكرار الحوادث، عبارة عن عدد الحوادث خلال فترة معينة في المؤسسة إجمالا أو في قسم. عدد الإصابات طبعا عارفين هو عدد الإصابات التي حدثت أثناء العمل وترتب عليها عجز العامل عن تأدية العمل أكثر من يوم الإصابة. يعني هذه معنى هنا تعريف عدد الإصابات، لما نجيب في مثال لقدام نقولوا عدد الإصابات هو هذا، عدد الإصابات هو عدد الإصابات أثناء العمل خلال العمل وترتب عليها عجز العامل عن تأدية العمل مش نفس اليوم، أكثر من يوم الإصابة، يعني مش نفس اليوم بس ولكن أكثر من يوم الإصابة. هذه نعتبرا عدد الإصابات. الأيام المفقودة بسبب الإصابة هي أيام التغيب بسبب إصابة العمل، وتحسب من اليوم التالي للإصابة إلى اليوم السابق لمزاولة العمل، ولا تشمل العطل الأسبوعية والرسمية. هذه الأيام المفقودة بسبب الإصابة. هذين كلهن تعريفات نحتاج لها لاحقا في حساب المعدلين اللي أنا أشرت لهم. ياريت نركز على التعريف هذه. فترة القياس هي الفترة التي يتم حساب وإجراء الإحصائيات خلالها، قد تكون 3 أشهر أو 6 أشهر على حسب تبيها، كل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنة ما يمنعش، لكن طبعا كل سنة الجاب واجد وفترة القياس كبيرة، وهذا طبعا ما هوش مش حتخدم الغرض. فكل ما كانت المدة قصيرة كل ما كان الإجراءات اللي تندار كل ما كانت الفترة قصيرة كل ما أمكن تطبيق الإجراءات التحسينية في فترة أقصر. واضح الكلام؟ يعني فترة القياس كل ما تكون 3 شهور أفضل ما تكون 6 شهور. عدد ساعات العمل النظري هي عدد ساعات العمل اليومي في فترة القياس في الأيام في عدد العاملين، يعني كيف نحسبها يعني. عدد ساعات العمل الفعلية أثناء فترة القياس عدد ساعات العمل النظري ناقص عدد ساعات العطلات زائد عدد ساعات العمل الإضافي. هذه عدد ساعات العمل الفعلية، في عدد ساعات عمل نظري وفي عدد ساعات عمل فعلية. لا تحسب إصابة الطريق ولا إصابات الإسعافات الأولية في عدد الإصابات. يعني ما واحد صارت له حادث وصارت له إصابة خارج ما نحسبهاش في عدد الإصابات، لأن اللي يهمني أنا المنشأة، ما يصير داخل المنشأة ما يهمنيش اللي يصير خارج المنشأة. ما نحكوش على نحن هنا تعويض ولا شيء، ولكن نحكو على معادلة كيفية حساب. أوكي، كيفية حساب المعدلين هذين. تحذف أيام الجمعة والعطلات الرسمية والعطلات العمل من فترة القياس، لأن أنا مش قاعدين الناس يعني. يضاف إلى أيام العلاج الإصابات ما يأتي: أيام علاج الإصابات خلال فترة القياس، أيام علاج المرحلة، أيام علاج مرحلة سوري، أيام علاج مرحلة من فترة القياس السابقة. يعني فترة القياس السابقة كان فيها أيام علاج ولكن ما تمش حسابها في الفترة السابقة، رحلوها إلى فترة القياس اللي بعد. أيام التعويضية المقابل العجز الكلي بواقع 6000 يوم. يعني أيام علاج المرحلة هي هذه أيام التعويضية المقابلة، هذه أيام علاج مرحلة توضيح أكثر، هي الأيام التعويضية المقابلة للعجز الكلي يعني بواقع 6000 يوم أو العجز الجزئي حسب نسبة العجز، وتحسب من 6000 يوم. لا سوري، هذه اللي هي الأيام التعويضية، لأن مرات يصير عجز كلي أو يصير عجز جزئي، فنبي نحسبه الأيام التعويضية يتم حسابها بهذه الطريقة، وتحسب من 6000 يوم. يعني مثلا نسبة العجز 5%، يبدأ 6000 في 5% وهكذا زي ما حنعرف لاحقا. جولي تعريف أكثر وطريقة حساب معدل تعدد الإصابات اللي هو الأكسيدنت فريكونسي ريت اللي هو الأي إف آر. هذا يؤخذ الاعتبار عند استخراج هذا المعدل عدد الإصابات في القسم، لأن شو معنى الأي إف آر؟ هو معدل تعدد أو تكرار الإصابة، تعدد أو تكرار الإصابة الأكسيدنت فريكونسي ريت. يؤخذ الاعتبار عند استخراج هذا المعدل عدد الإصابات في القسم وعدد ساعات تشغيل في الفترة. يعني اللي هو عبارة عن شنو؟ عدد العمال في عدد ساعات العمل اليومية في عدد أيام الفترات، وذلك لتكون مقارنة صحيحة بين الأقسام وبعضها ببعض أو بين منشأة ومنشأة مماثلة حسب المعدل. المعدل شنو يقول؟ معدل تعدد الإصابات يساوي عدد الإصابات على عدد ساعات التشغيل في المليون ساعة، لأنه بيعطيني المعدل هذا كل مثلا معدل كذا إصابة لمليون ساعة، لكل مليون ساعة عمل كم المعدل كان، وتحسب عدد بالنسبة للعدد
عدد الإصابات نحن حكينا عليها كيف نحسبوها، عدد ساعات التشغيل كيف نحسبوها. عدد ساعات التشغيل هي عبارة عن عدد العاملين في عدد ساعات العمل اليومية في عدد أيام فترة القياس. مثلا قلنا كل 3 شهور معناها نضربوها في إيش؟ في 90، لأن 3 شهور معناها 30 يوم 30 يوم 30 يوم وهكذا. تمام؟ هناخذ مثال باش يوضح لجودة أداء المؤسسة. مثال بسيط ومثال توضيحي. طبعا يعني جمعت عندنا احصائيات، نحن جمعت مثلا قلنا تجمع عاده الاحصائيات في داخل اللي هي الهيومن ريسورسز او اداره الموارد البشريه. ف وجدت او تم جمع الاحصائيات الاتيه كمثال. طبعا عدد العاملين كان 3000، اجمالي عدد الاصابات كان 100، عدد اصابات الطريق كان 10، اصابات الاسعافات الاوليه كان 5، عدد ساعات التشغيل اليومي كان 8، عدد ايام القياس كل 3 شهور اللي هو 90 يوم، عدد أيام علاج الإصابات كان 2000 يوم، أيام العلاج المرحلة كان 50 يوم، حالات عجز كلي مستديم كانت 1، نسبة عجز جزئي كانت 5% لحالة واحدة، عدد ساعات العطلات كانت 100، عدد ساعات العمل الإضافي كانت 150 ساعة. فالمطلوب شنو؟ المطلوب حساب معدل التكرار وشدة الإصابة. طبعاً